كتعرفوا مدام عفاف بغات دير واحد التجربة ولا هي طواف المغرب، وكانت اتصلت بالنادي والحمد لله حنايا بريباريناها باش تكون مستعدة لها الطواف، ولقيناها متحمسة بزاف باش ديرها الطواف. الحمد لله حنا الآن حنا كتشوفنا بجنبها إن شاء الله، اللي بغات ديرها الطواف من الوسط للجنوب المملكة للشرق للشمال إن شاء الله لاريفي إن شاء الله في الدار البيضاء في 8 مارس إن شاء الله. طواف زوين وحنا فرحانين بها بزاف، كنتمنوا لها التوفيق في طريقها ان شاء الله تمشي لنا بخير وترجع على خير، وحنا كنساندوها وكنشجعوها وكنتمنوا لها طريق السلامه يا رب. طريق ماشي سهله، يقدر لي بنو الماكينه اي حاجه، المهم تقدر تلقى صعوبات في الطريق، في شي حد اللي يصير يخرج ليها من الطريق، الماكينه تخسر الموتور، هادو هما الصعوبات اللي كيكونوا، كيكون الموتور كيطيح اون بان، صافي هادشي اللي كاين. كنبغي نقول لها طريق السلامه، الله يديك بخير وعلى خير ويجيب لينا بخير وعلى خير وبون كوراج، بالتوفيق ان شاء الله.